السلام عليكم ورحمه الله. اهلا اخوان تبارك الله عليكم. اليوم ان شاء الله لقيتونا غادي نمشي نعمل واحد لونتروتيان على واحد بورت باتونت موتورات كاليبسو موتورات قدامين شي شويه. يلا قطعت مع الزبون قال لي عنده شي مشاكل في الباب. جوج الموتورات جوج لي زوبيراتور فيهم مشاكل وحتى لا سونترال كاين شي ريغلاج تما ديال طون ترافاي الروتار الى اخره. المهم اللي مهم هو بغيت نبارطاجي معكم هذه المعلومات على لونتروتيان ديال لي زوبيراتور. على حسب القول ديالو غيبار تيليفون قال لي الموتور الاولاني ملي كيتسد وكيتزير كيتحل حتى الاخر، عاو ملي كيوصل حتى الاخر وكيتزير عاو كيبدا يتسد، يعني كيتسد بوحديته. هذا الديفو ديالو باين كيكون غالبا كيكون الكوندونساتور. والموتور الاخر واخا كيبلوكيه بحال اللي مديبلوكي بحال اللي مبلوكي فحال هادو غالبا كيكون مشات لهم واحد الكلافيت لداخل اللي كتراكوردي ما بين لا تيج والميكانيزم ديال الموتور، غالبا كتكون مشات هذيك. انا هادو هما اللي كنرشح. المهم انا غادي نمشي نشوف المشاكل ونشوفوا الحلول ديالهم. بالمناسبه كان سولني على التكلفه ديال الاصلاح ديالهم. انا عملت معه قلت له ضروري خصني نشوفهم، قلت له الا كان مشكل غير في الموتورات ويقدروا يتصاوبوا غيتصاوبوا بواحد الثمن اللي هو اقل من 1000 درهم. السيد عجبو الحال لان شي واحد ديجا عطاه واحد الثمن ديال جوج موتورات غيبدل جوج موتورات وجاتو التكلفه ديالها غاليه بزاف، ولهذا غادي نشوفوا نصلحوهم بجوج بهم وهادشي ما كان الا نشوفوا المشكل شنو هو. الباب كما كتشوفوا هي هادي ديجا جبرتهم في سخيده. هنا الموتور كما كتشوفوها هو كيبقى مديبلوكي باين مشات له ديك الكلافيت من الداخل بحال مبلوكي بحال مديبلوكي بحال اللي كتبلوكي بحال اللي كديبلوكي بحال. المهم غادي عندي لي بيس دو روشونج، جيت معايا بيس دو روشونج. عندي شي موتورات قدامين ما خدامين شي، يعني فيهم بعض المشاكل. هما هادو غادي نفسخ واحد اللي عندي فيه كلافيت بقى خدامه بقى صحيحه مزيانه غادي نفسخو غنزول منو. والباب الثانيه هاد الديفو ديالها كضرب وكتزير وكترجع تحل، وكذلك ملي كتحل كامله عاود كضرب كتسمع اللفه وكترجع تسد. المهم غادي نفسخ هاد الموتور نشوف المشكل ديالو. كما كتلاحظوا ها هو هاي هذيك كلافيت مهرسه على جوج، هذه غالبا كتكون مشكلة. هذا كنجبروه في العمارات اللي فيهم الترافيك بزاف، في السيارات بزاف كيدخلوا ويخرجوا، الموتور كيخدم بزاف وبالتالي كتهرس ديك بياسه. هي هذه تقسمات على جوج، وغالبا موتور قدامين كيكونوا يعني كلاو الدق بزاف كتهرس مع الوقت كتهرس. دابا انا غنفسخ الموتور، هذا الموتور اللي البياس دو روشونج اللي عندي غادي نفسخ له هذه الكلافيت ونحيدها له. ونفسخ الموتور اللي عندي نحيد منه ديك الكلافيت ها هي بينية بقى صحيحة. عندها واحد السير كليبس تورك عليه غير شي تورنوفيس وكيحيد. صافي كتحيدها صحيحه هايدا كما كتلاحظوا هنايا، وندخلوها في الموتور اللي مهرسه فيه. انا في العمليه ملي ترجعو خصك ترد باك مع هاد الجوان ديال الكاوتشو باش على حساب لي طونشيتي واحد الرونديله ديال القومه دخلها، خصك تدخلها في البلاصه ديالها باش ما يدخلش الماء هذيك غير ديال لي طونشيتي كما كتلاحظوا هيدا خصو يتيح في ديك الساقيه ديالو هيدا وصافي. وها الموتور مسالي. دابا نمشيو نضيفو الموتور الثاني. الموتور الثاني كنلاحظ هنايا واحد الكوندونساتور سخون شي شويه يعني عادي، وياخر بارد مره، يعني الموتور اللي فيه الديفو الكوندونساتور ديالو بارد يعني ما خدامش. نورمالمون كترتفع فيه واحد الحراره واحد شويه. هو هذا الكوندونساتور انا فسختو غنعبر له الكاباسيتي ديالو بجهاز الملتيمتر، وكما كتشوفوا هنايا الكاباسيتي هي 0.4 ميكرو فاراد، يعني مره مطيحه مره الزيرو. انا جبت واحد تقريبا كيشبه له لان ما لقيتش شي حاجه يعني ستوندار. نقيس له الكاباسيتي ديالو كما كتلاحظوا هنايا 8 ميكرو.
ماشي ما كيشبعلوش تماما، ولكن عنده نفس الكاباسيتي. هنا في مدينه امزورن كما كتعرفوا ما كاينش شي حاجه، يعني شي حاجه ستاندر. ونجربوها دابا من بعد ما ركبته. وها المشكل ما بقاش ديال الموتور ديفو تاعنا. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا. شكرا للمشاهده والسلام عليكم ورحمه الله.